لم تقف الوعكة الصحية عائقاً أمام المضي نحو الهدف المنشود، وها هي لاعبة التنس التونسية أنس جابر تسير بخطوات متعبة ولكن ثابتة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لتبلغ الدور الرابع من البطولة رغم المرض الذي تعانيه منذ أيام. وزيرة السعادة كما يطلق عليها أبناء بلدها عانت من كثرة الأخطاء في مواجهة التشيكية ماري بوسكوفا، لكنها تجاوزت هذه العقبة بالنهاية وانتصرت بمجموعتين مقابل مجموعة. وقالت وصيفة العام الماضي إن المباراة كانت صعبة جدا لكنها بذلت أقصى جهد أمام لاعبة رائعة لتكون المصنفة الخامسة عالميا أمام تحد جديد بمواجهة الصينية كين وين جين في دور 16.